الله. هنشوف دلوقتي واحدة من أجمل مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى وأعظم تطبيقات الصخور في حياتنا، الجبال. الجبال آية من آيات ربنا. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. الجبال فعلا بتضفي على الحياة بهجة وروعة، وبتدي فعلا لكل مكان في الأرض رونق عجيب. ابن القيم يقول: ثم انظر كيف أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب، وكيف نصبها فأحسن نصبها، وكيف رفعها وجعلها أصلب أجزاء الأرض لئلا تضمحل على تطاول السنين وترادف الأمطار والرياح، بل أتقن صنعها وأحكم وضعها وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما أودعها. كلام جميل فعلا، بيحسسنا قد إيه عظمة ربنا سبحانه وتعالى في خلق الجبال. الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول ابن القيم أيضا: تأمل الحكمة العجيبة في الجبال التي يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الأرض لا حاجة إليها، وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها وناصبها. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويقول ابن القيم: ومن منافعها أيضا أنها ترد عنهم السيول إذا كانت في مجاريها، فتصرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمال، ولولاها خربت السيول في مجاريها ما مرت به، فتكون لهم بمنزلة السد والسكن. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ويقول ابن القيم أيضا: ومن منافعها أنها أعلام يستدل بها في الطرقات، فهي بمنزلة الأدلة المنصوبة المرشدة إلى الطرق. فعلا لما يبقى في جبل موجود في مكان بنقدر نستدل ونعرف المكان ده من خلال الجبل، فهو كالعلم. يقول سبحانه وتعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ويقول ابن القيم: ومن منافعها ما ذكره الله تعالى في كتابه أن جعلها للأرض أوتادا تثبتها، ورواسي بمنزلة مراسي السفن، وأعظم بها من منفعة وحكمة. ويقول سبحانه وتعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. يقول ابن القيم: ومن منافعها أيضا أنها ترد الرياح العاصفة وتكسر حدتها، فلا تدعها تصدم ما تحتها، ولهذا فالساكنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية. الجبال فعلا آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، لذلك قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فعلا لما الإنسان يرى الجبال الإيمان بيعلو في قلبه ويتحرك عشان يقرب من ربنا أكثر وأكثر. يقول ابن القيم: ومن منافعها أنها تكون حصونا من الأعداء، يتحرز فيها عباد الله من أعدائهم كما يتحصنون بالقلاع، بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن. الملاحظ في كل الجبال اللي احنا بنشوفها في حياتنا الارتفاع الشاهق، وهي أضخم مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض
ولن تبلغ الجبال طولا. فعلا ما حدش يقدر يعلو على الجبال. يقول ابن القيم: فمن منافعها أن الثلج يسقط عليها فيبقى في قللها حاصنا لشراب الناس إلى حين نفاذه، وجعل فيها ليذوب أولا فأولا، فتجيء منه السيول الغزيرة وتسيل منه الأنهار والأودية. ويقول سبحانه وتعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول ابن الجوزي: عرض لي في طريق الحج خوف من العرب، فسرنا على طريق خيبر، فرأيت من الجبال الهائلة والطرق العجيبة ما أذهلني، وزادت عظمة الخالق عز وجل في صدري، فصار يعرض لي عند ذكر تلك الطرق نوع تعظيم لا أجده عند ذكر غيرها. فصحت بالنفس: ويحك، اعبري إلى البحر وانظري إليه وإلى عجائبه بعين الفكر، تشاهدي أهوالا هي أعظم من هذه، ثم اخرجي عن الكون والتفتي إليه فإنك ترينه بالإضافة إلى السماوات والأفلاك كذرة في فلاة. ويقول سبحانه وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا. رأيته غائصا في الجو كالأمل، هام السحاب إلى لقياه بالمقلي، ناديته بخطاب النفس أسأله عمن براه وأبقاه إلى الأجل. يا راسيا أبدا في الأرض تحفظها، يا راسيا في فسيح الكون كالظلل، تعلو على الأرض والرحمن كورها وتشهد الكون لا يعروه من خلل. فصنعة الله جلت عن مفارقة، وهو القدير على الإحكام من أزلي. أطالك الله ما في الأرض من نصب يدنو إليك ولو حفوه بالثقل، تحوم السحب العليا محلقة، تغفو خفافا على جانبيك في مهلي. تسبح الله فيما شاء من لغة، وترتضي ما حباك الله من عملي. ألقى بك الله كي تبقى إلى أمد، وتحفظ الأرض من ميد ومن زلل. أوحى إلى النحل أن تبني البيوت لها في آمن من حماك فاض بالعسل. كم من قرون مضت عايشتها زمنا، وكم شهدت من الأيام من دولي، صارت حديثا وتبقى أنت منتصبا، تهدي الخلائق من باق ومنتقل.